اهلا، اش اخباركم؟ كنتمناكم تكونوا في احسن الاحوال. اليوم غنتكلموا على الاناقه ديال المراه. كيفاش مراه انيقه؟ مراه انيقه هي بحال دابا مثلا ملي كنمشيو بحال دابا شي عراضه كنكونوا معروضين، او لا في المحل ديالنا فين كنخدموا، او لا في جيراننا، او لا كيكونوا شي نساء شي عيالات اللي معروفين كتقول لك هذيك فلان انيقه، حيت مني هذيك ليتيكيت ديال انيقه هي بحال كتقول هذاك الانسان طيب بزاف، ما يمكنش يكون طيب واحد النهار يولي خبيت. بحال الاناقه، شي سيده اللي كتكون انيقه كتكون معروفه باناقتها، كتلقاها كبرات وعندها 80 عام و 90 عام وبقى انيقه ومستفه ومحدقه ومتيوله. والاناقه عندها الطقوس ديالها. ندوي اليوم في الطقوس ديال الاناقه وندوي في الاعداء ديال الاناقه شكون هما. حيت اي امراه تقدر تهلا في راسها، هي كتخدم على راسها واحد شويه ماشي بزاف، هي كتكون انيقه. حيت ماشي الاناقه ماشي هي خصني نلبس الماركات وخصني نشري الحوايج غاليين بزاف وخاصني لي بيجو بواحد الثمن باش نكون انيقه، لا لا، حيت توتي دون لا سامبليسيتي، الحاجه العاديه والحاجه هي اللي كتكون فيها الحلاوه ديالها ملي كتكون كتعرف تقاد. ف لان الاناقه ما فيهاش غير اللباس، ما فيهاش غير الخارجي، فيها حتى الداخلي ديالنا. ف الا كان واحد الانسان الداخل ديالو عامر بالغضب والحقد والكره وما حاملش راسو وما حاملش الناس وما عجبه حتى حاجه وغير كيستف وغير كيستف هذاك الغضب وهذاك القلق وهذاك الخوف وهذاك الحزن وهذا كيبقى يستف كيستف كيستف، واحد النهار ملي كيعمر بزاف راه راسو ملي كيلبس شي حاجه ما كيعجبوش راسو، ماشي الناس، لا اللي كيلبسها ما كتعجبوش. الانسان الا كان سامح مع راسو، محيد من راسو الغضب، تيدير ردوينا في فيديوهات قبل على لا ميديتاسيون، على التسامح، على الثقه في النفس، عرفتي هادشي راه كله نورمالمون ملي كيكون وكتزيد معاه التسامح، الواحد تيكون تيلقى الناس على دابا شي ناس عندهم ازمه ولا هذا وتعاملوا معاه خايب، تيلقى لهم الاعذار في حدود المعقول الاعذار، حيت كاينين الناس اللي كتبقى تلقى لهم الاعذار كي لا في حدود المعقول وفي الحدود اللي انا ما نتقصحش، حيت الحاجه الا تزادت على حدها كتنقلب ضدها، لا حنا باغين راحه ديال البال ديالنا حنا والهنا ديالنا حنا، اذا الحاجه اللي تكون في المعقول. ودوك الناس الخضرين اللي ما تيعرفوش مساكن يهضروا اللي فاش يجي يشكرها تيعميها، هذوك الناس ملي يعميوها قادوها ورجعوها ضحك ودوزوها لانكم كتعرفوهم ناس خضرين وما تيعرفوش يهضروا. فتسامح الحاجه اللي دائما كندوي عليها ودويت عليها في الفيديوهات اللي قبل، الناس اللي متبعيني راه غيعرفوا هاد الهضره هادي غادي يكملوا بالفيديوهات القدام. الناس السلبيين اللي كنقول لكم بعدو منهم، حيت هذوك الناس راه ما يمكنش. كاينين الناس اللي كيكونوا طيبين كيقول لك لا انا غنعاون هاد السيده ولا غنعاون هاد السيده باش ما يبقاش سلبي، الا لا اسيدي راه ما غتعاونوا فيهم والو، راه جربوا قبل منا الناس، وحتى انا اللي قدامكم قلت لا ما يمكنش لا. شوفوا الواحد كيطرى فيه التغيير ملي هو كيبغي يتغير، شي لما بغاش يتغير راه غيغيرك انت، الايجابيه ديالك يحيدالك ويرجعك سلبي بحالو. اذا فالناس سلبيين بعدو منهم. الوغ نلقاو الاعذار للناس ونكونو متسامحين. الحب، المحنه، العطف، الحنان الداخل ديالنا يكون فيه الطيبوبه،
تكون محبة، لعاد نتسامحوا مع الناس، نكونوا داك الابتسامة على الوجه اللي تكون، حيت الابتسامة صدقة في وجه أخيك. كاين اللي ملي كيفيق الصباح هو حسها منين تقالت، عرفتي الضحكة كتخرجها منه بلا ابتسامة. الكلمة الطيبة، اللسان اللي غادي يطلقها خايبة، اللي غادي يطلقها قاصحة، وغنضر بها هذيك الشخص ولا هذيك الشخص، وما هي راه ما فيها، ما عندك رباح لا انت لا هو، غا الهضرة الخايبة. حيت الهضرة القاصحة الصحيحة، القاصحة اللي كتكون في عندها واحد الإطار، بحال دابا الخدمة خاصها باش تزيد القدام، خاصها هذيك كتكون القصحية ولكن المعقول، والهضرة نقية وزويونة. اما الهضره ديك الهضره القاصحه ونجرح هذا ويجرحني هذا، فين فعلاش كنت عنده الكلمه الطيبه، الكلمه الطيبه والمحبه والعطف، ونبغيو الخير لبعضياتنا. شوفوا الفيديوهات ديالي قدام، شوفوا راه اللي كتبغيه لخوك، خوك مسلم ولا بشر بحالك بحالو، اي ديانه، اللي بغيتي الخير لاخر كيف ما كان، حيت حنا هنا في هاد الدنيا دايزين في واحد التجربه، خلقنا الحق سبحانه غندوزو واحد التجربه وغادي نمشيو في حالاتنا. فهذيك التجربه هذيك حتى واحد ما غيخلد، وحتى واحد ما غيدي حتى حاجه معاه. علاش؟ حيت هذاك هو القانون اللي خلق سيدي ربي في هاد الدنيا، ما كنديو معنا والو. ف كونوا مزيانين، الا غنخليو لوليداتنا خليو ليهم العلم والتربية والمعاملة والتسامح والأخلاق، ونخليو لهم رزيق إلى ورثوه يورثوه حلالا طيبا اللي تهما يعيشوا به مزيان. أما الخبث والحقد والكره، عرفتي شنو راه كتلقى شي واحد غامغ على وجهه، عرفتي الضحكة ما كتخرجش، العذاب والوجه مخطوف، شحال غتعيش؟ وحنا ما عارفينش واش من دابا الا كملت هذا الفيديو مازال انا حيه ولا غادي نموت. عيشوا مزيان، عيشوا مزيان، عيشوا المحبه والعطف والتفاؤل والتسامح مع الناس، حيت هذاك الشيء اللي عندنا لداخل كيخرج على برا، ومن غير كيخرج على برا كنعيشوه. فاذا كان عندنا لداخل داك الشيء الزوين، راه كنعيشوا داك الشيء الزوين، وكيبان على سيفتنا وعلى خليقتنا. كنشوفوا شي عيالات كبار وكتلقاها النور تيضرب من وجهها، علاش؟ حيت هذيك السيده ما عندهاش الخبث، كتاكل رزقها ديالها، ما كتدي فلوس حد، ما كتخلي، حيت واحد الانسان الا ظلمتيه ولا الا عذبتيه ولا الا قهرتيه ولا ديتيه رزقه ولا راه عرفتي راه لداخل كيبقى داكشي خدام. وكاين الدعاء، وكاين كيف داكشي راه كيوصل، كيف الواحد قد ما لقى يكون صافي، نيتو صافيه مزيان طيب، هذا الشيء تصوروا كيلعب على الاناقه، باش تكون المراه انيقه الداخل ديالها خصو يكون نقي، نقي وطيب ومتسامح والعفو. هذا الشيء كله كيغلب على كيغلب حتى هو على المظهر الخارجي، كيعاون على المظهر الخارجي كيكون زوين. فهذا الشيء وشنو هو العدو ديال الاناقه من غير هادشي؟ العدو اللدود الاناقه شنو هي؟ البيجامه ماشي في محلها، البيجامه والبانطوفه اللي كيخرجوا على برا، والبيجامه والبانطوفه العيالات اللي كيضلوا بالبيجامه والبانطوفه في الدار. دابا راه ولاو دايرين شي نمر وشي بيجامات غلاظ وداكشي، عرفتي راه نونورسات ولاو كيتساراو في الزناقي، ونونورسات ولاو الوقت صعيبه، متفقه معاكم الله يكون في العوان. ولكن الا جينا نتبعوا الوقت صعيبه، راه غنوليو نمشيو للبيجام بالخدامينا بالبيجامات. راه كل صباح الواحد، راه كل واحد كيصبح كل صباح كيحذر راسو باش كيقدر يوقف كل صباح. ظروف كورونا، ظروف المعيشه، الحياه غلات بزاف. الا جينا نتبعوا هادشي الواحد ما ينوضش الصباح، يبقى فراش. ولكن لا، الواحد يجاهد ويأمل دائما، ويكون يكون عندنا غدا كنشوفوه هنا
غدا زوين ان شاء الله. فالبيجاما الله يخليكم ما دارتش الخروج على برا، بيجاما ما دارتش نخرجوا نمشيو بها للمارشي، بيجاما ما دارتش نوصلوا بها الدراري للمدرسه الصباح، بيجاما دارت للنعاس. عرفتوا العيالات زمان، انا كنعقل صغيره، العيالات زمان كانت المراه عيب عيب بزاف. حنا هنا في الدار البيضاء ما عادش ندون اخرين اشنو، ولكن انا كنظن كل المغرب كله عيالاته مزونات وانيقات من قديم الزمان. كانت المراه عيب تخرج من بيت النعاس بلا حزام. شنو هي بلا حزام؟ لان البيجامات كانوا مطلوقين، هي بالبيجام. المراه خصها ما كتخرج من بيت النعاس ديالها حتى كتكون لابسه قفطانها ولا من صوريتها ولا هذاك. كانوا واحد بحال القفيطين وهما بالكولوفيسي ومخدومين غير خديمات عادي، انت تلبسوا بحال شكل القفيطين خفاف كانوا تيلبسوهم العيالات. كانوا تيديروا اجتهادات في اللباس ديال الدار، ولا الناس ديال الشمال دوك الكساوي الوجديين ولا الجنوب هذاك القفطان باللوينات. فالمرأة زمان كانت تدير اجتهاد اللبسه ديال الدار، باش ملي كتكون في دارهم مع والديها راه لبساتها معروفين الباس ديال البنيات الصغار المراهقات، ملي كتزوج وكتمشي لدارها راه قفيطناتها ولبساتها ديال الدار وقنيدراتها اي البيجاما للنعاس. حيت العقل ملي كتلبسوا البيجاما كتقول ليه نعس، ايوا كتقول ليه نعس، وكتخرجوا يبدا يتسارى وكتخرجوا يمشي للكوزينه يطيب. لا ما يمكنش. وتا الاناقه ديال المراه لا. في داري عندنا حنا الارتيزانة ديالنا، عندنا فقيات قنيدرات سريولات بالقويمجات ديالهم جبادورات عطا الله، الواحد يدير لبيسات. كيف كنكونوا انيقات بزاف ملي كنتعرضوا للعرس او كنكونوا معروضين. انا كيجيوني المغربيات تبارك الله كلهم اميرات ملي كيكونوا في العراسات، ما كاينش، كلشي بحال كلشي اناقه، وكلشي اللباسات والقفاطن واللبيس تبارك الله. عرفتي راه داك الشيء الف ليله وليله. فهذاك الشيء كله الواحد كيدخل لدارو كيدير الاضراب على راسو، ما يتهلاش في راسو. كيف كنتهلا في راسي باش يشوفوني الناس؟ نتهلا في راسي مع عائلتي، نتهلا في راسي مع وليداتي، نتهلا في راسي مع راجلي. نكون عندي لبسات مقادين زويونين، نكون مني كندخل لداري راه ماشي عقوبه انني دخلت للدار، لا بالنسبه للعائله اللي خدامين ماشي عقوبه دخلتي لدارك البيجاما وهذا ولا داك الشينيون هنايا، لا مش دارك ماشي عقوبه. حبي دارك، حيت ملي كتعطي لدارك الحب، ولادك راجلك والديك عائلتك ملي كيشوفوا هذاك الحب عاطيه وهذاك اللباس داير اجتهاد لابسه، ومني كنبغي نعس عاد كنمشي لبس بيجامتي. فراه كتعطيهم ليسبوار، كتعطيهم الامل في غدا. راه شي حاجه جميله الانسانة في دارها كيبقوا عليها ناس على غفله ولا جارتها اي كتلقاها لابسه لبستها. هي كنشقى في داري كندخل الكوزينه ولا كنقاد ولا كنصوب، مي كل حاجه كل لبسه عندها وقيتها. واناقتك ماشي حيت غتدخلي للدار وغطيبي ولا غتوجدي، لا راه عذاب هذاك عندي، ولا دخلت لداري راه عذاب، ولا بالنسبه للناس اللي ما كيخدموش او اللي اون تيلي طرافاي دابا جالسين في الدار وكيخدموا. راه ما يمكنش الواحد نيفيق هو بالبيجامه ويبغي ينعس ويعاود بي. راه عرفتي هاد العقل راه كيتخربق. كتقولوا ليه نعس ولكن لبس، انا لابسه البيجامه ولكن خصك تخدم، لا. فالاناقه العدو ديال اللدود هو البيجامه ماشي فوقتها، وهو لباس ديال وهو عدم احترام كل مقام اللباس ديالو. انا غنمشي للمارشي لباس المارشي ماشي هو اللباس ديال غادي نمشي نخدم، اللباس ديال غادي نخدم ماشي هو اللباس ديال غادي معروضه. كل حاجه عندها وقتها، ولا سامبليسيتي داكشي الكثير وداكشي
اللي زايد على حدو ما بغاتوش الاناقه، ما كتبغيهش الاناقه، كتبغي لا سامبليسيتي. وداك الشيء الباس اللي ما يكون اللي يكون ادمي، راكم فهمتوني بلا ما ندخل في لي ديتاي في هاد الحلقه. فمنين نحيدو دابا حيدنا من البيجامه والبانطوفه الله يخليكم، كندوزو للدفار. الدفار الله يخليكم، ملي تكونوا دايرين واحد الفيرني ويتقشر مسحو ضفرانكم، والضفران دائما يكونوا رقيين ومليمين ومقادين. اللي لحقات لا مانيكور لحقاتها، اللي ما لحقاتهاش راه دارها كلشي تبارك الله. حنا المغربيات كلنا كنعرفو نصوبو ضفارنا، فالضفار الوجه ديال المرأة وضفيراتها راهما عنوان ديال واحد المرأة أنيقة ولا ماشي أنيقة. حيت تهلاو في راسكم، كونوا أنانيين. أنا واخا هاد أنانية ما تتعجبنيش نقولها، حيت تحطات في واحد الجملة اللي ماشي ديالها، حيت الواحد إلا يتهلا في راسو مايمكنش نسميو عليه أناني. حنا كيقول لك لا، إلا كتديها في راسك هذا أنت أنانية. لا، كونوا إلا كان هذا هو الأنانية كونوا أنانيين، كونوا أنانيات، تهلاو في راسكم، كونوا أنانيات، سبقوا راسكم على ولادكم، سبقوا راسكم على رجالكم، سبقوا راسكم على والديكم. علاش؟ مني كتسبقي راسك وكتهلاي في راسك وكتعطي لراسك الحوايج الزوينين وكتهلاي فيه، كتهلاي في والديك مزيان، كتهلاي في راسك مزيان، وكتهلاي في وليداتك مزيان. مني ما كتهلايش في راسك، كتهلاي شويه في والديك شويه في راجلك، ومن بعد من بعد كيوصل واحد الوقت كطيحي كطيحي، خص والديك يهزك وراجلك يهزك، وهذا الوقت ما بقى حتى واحد مسالي لواحد. عرفتي علاش؟ واخا يكونوا يبغيوك كلشي كيبغيك كيحماق عليك، ولكن الظروف ديال الوقت هذا حتى واحد ما عنده مساليم لتا واحد. عرفتي شنو طاري لنا حنا دابا؟ بحال دوك الناس اللي كيكونوا كيجريو في الماراثون وكيطيح شي واحد، واش كيوقفوا يهزوه؟ ما تيوقف ليه حتى حد. كيجيو هذوك الناس اللي كينظموا باش كيهزوه يحيدوه من الطريق للناس. فالواحد قد ما لقى يتهلا في راسو، راه قد ما تهليتوا في راسكم مزيان كتقدروا تهلاو بزيان في الناس اللي كتبغيو. مساله اخرى وهي الضفار. الضفار اليدين والضفار الرجلين، الضفار خصهم يكونوا دائما مصوبين. الا كنا دايرين واحد الفيرني وتقشر، نمسحوا هذوك الضفار. راه الضفران ممسوحين ونقيين ومليمين حسن 20,000 مرة من ضفار مصبوغين وفيهم ضفر ولا جوج مقشرين. عرفتي راه هاد ما مزيانش، ما كتبانش المرأة أنيقة ملي كيكون واحد ضفر مقشر ولا ضفر. الضفار دائما مليمين نقيين مقادين، يا اما مانيكور اللي لحقات اللي ما لحقاتش. راه تبارك الله دابا كلشي كيعرف، انا كنقول لا فام ماروكين وقيله الي لا سول او موند ا اتر فين ما حطيتيها. حطيتيها في كتقدر دير الخدمه ديال الاستيتيسيون، خدمه الكوافورا، خدمه ديال الانفيرميير، خدمه ديال المعلمه، خدمه ديال الاستاذه، الخدمه ديال الطباخ، كلشي فين ما حطيتيها تبارك الله. كيف تهلاو في راسكم، صوبوا ضفاركم، الشعر اللي كيكون زايد، حجبان مقادين، الشعر اللي كيكون زايد لا في الوجه في اليدين، المهم الشعر اللي كيكون زايد ما خصوش يكون زايد، دائما خصك تكوني هك 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 هك. فهذاك لان كاينين نساء اللي عندهم الشعر كينوض في الديفي اولا في الدفن. هذاك في الحقيقه موضوع اللي غنهضروا عليه واحد النهار، لان موضوع طويل شويه. الوغ في كل امراه فيها 80% طاقه انوثه و 20% طاقه ذكوره، والراجل العكس عنده 80% ذكوره و 20
في المياه أنوثة، فهذا في علم الطاقة. في علم الطاقة النساء اللي كنلقاوهم ناض ليهم الشعر هنا ولا هنا، او اللي كتلقاها كتغلاض بحال الغلط ديال الراجل كيولي عندها الكرش، فهذوك نساء ما احترموش القانون ديال الكون اللي خلق الله. فهما نساء اللي ربي خلقهم وكرمهم وعظمهم باش يكونوا نساء مع والديهم، مع خوتهم، في ديورهم عيالات امهات. فكتلقايها كتخلق من راجلها داك، كتخلق من راسها، هي ربي كرمها، كتلقاها كتخدم داك الخدمه ديال اش غادي نقول لكم، ديال العذاب وديال الويل. كتلقاها كتركب البوطه، كتصوب البولات ديال الدجاج، ديال البولات ديال الضو، كتلقاها كتخدم بالليل، كتبات سهرانه في الحكان، كتلقاها الصباح مقابله الدراري، كتلقاها ديك الخدمه ديال العذاب الاليم كديرها. ما كتحتارمش القانون اللي خلق سيدي ربي، انه كاينين خدامي اللي خص راجل هو اللي يديرهم، راجلها، باها، خوها، هو اللي كيديرهم. حنا دابا في واحد الوقت وصلنا في المغرب اللي المراه ولات مسكينه مقطعه، كدير كلشي، الخدمه ديال الرجل وخدمه العيالات. ف مني كتلقاها مشات بزاف ونسات الانوثه ديالها، طاقه الانوثه ديالها نساتها، ولات كتخدم بحال الراجل، ولات ف كي دوك الانوثه اللي كتكون عندها كتبدا كتنقص، اي كتبدا الطاقه ديال الذكوره كتبدا كتكثر. فملي كتبدا كتكثر كيبدا كينوض ليها الشعر، كتبدا الصوت ديالها كيغلاض، كتولي الصوت رجالي، كتولي الفورمه ديالها حتى هي كتولي رجاليه. هي راها مراه وكلشي فيها مسكينه مراه، ولكن هذوك الطاقات لان ما احترمتش الطاقات اللي خلق سيدي ربي في هذا الكون، فكيولي هذا المشكل هذه ديال الشعر. وهذا المشكل في الجهه الاخرى عند الرجل هو تيكون منين الراجل ما تيحترمش القانون ديال الكون اللي خلقه الحق سبحانه في هذه الارض باش كنعيشوا، حيت الراجل خلقه سيدي ربي، هو اللي كيخرج من قديم الزمان، هو اللي كيمشي يجيب المو، اللي كيجيب لمراتو، اللي كيجيب لختو ما تاكل، هو اللي كيضرب تماره، هو اللي كيجري، هو اللي كتلقى عنده 80% ذكوره و 20% انوثه. شنو هي هذيك الانوثه؟ كتكون فيه ديك المحبه والمحنه والعطف، ولكن الا اخترق هذاك القانون وما بقاش كيدير خدمته وتكى على المراه، ف كيمشيو ليه هذاك القانون، هذيك الذكوره ديالو ديال 80% كتبدا كتنقص، كتولي انوثه، وكتبدا الذكوره كتنقص. فكتلقى الراجل كيتبنت، كيبقى كينقص كينقص كينقص، كتولي فيه الطاقات ديال، حنا ما كنديوش في المجمل العام لا الانوثه ولا الذكوره، كنهضروا على الذكوره والانوثه في الطاقه، في علم الطاقه وفي القوانين اللي خلق سيدي ربي. فالراجل ملي كيهرس هذوك القوانين ما مزيانش، فما حدو كيحترم هذوك القوانين وكيخرج وكياخذ مو اختو مراتو كلهم، هو الراجل وهو اللي كيدير الحوايج الصعاب، وهو اللي كيجيب لهم ياكلوا، وهو اللي كيحل المشاكل، فربي كيكمل عليه وكيزيد القدام. ما ملي كتلقاه كيولي كيعول على المراه، هي اللي كتخدم وهي اللي كدير وهي اللي كتقاد وهي اللي كتصوب، فهنا كيتخلوا الموازين، المراه كتمشي ليها الطاقه الانوثه والراجل كتمشي ليه الطاقه ديال الذكوره، كتولي غالبه الطاقه الانوثه، وهنا كيختلوا الموازين. وهنا بزاف ديال الناس عايشين في هذه المشاكل هادي، وموراها مشاكل خايبه كتكون وصعيبه كتكون. فالله يخليكم النساء، ابقاو نساء. الحاجه اللي كيديرها راجلي ولا خويا هو اللي كيديرها، الا ما دارهاش خليوها تبقى تماك، ديروا نتوما داكشي اللي تقدروا ديروا اللي كتبقى فيه انوثتكم، وما تجاهدوش راسكم بشويه بشويه. اللي ما دارت اليوم كدار غدا، هذاك الجهاد وباغا داري تكون كتشعل، وكوزينتي كتشعل، وصالوني كيشعل، كوني انت اولا انت تكوني كتشعلي، وانت كتكوني كتضوي، حيت انت الا كنتي كتشعلي كتضوي على الدار كلها. الا كنتي انت طافيه وكوزينتك اللي كتشعل وصالون كيشعل، شكون شافهم؟
شكون شافهم؟ تهلاو النساء، تهلاو في راسكم، ما تفقدوش هذاك الأنوثة ديالكم بكثرة التمارة وكثرة العذاب، وباغين تكونوا الراجل، وباغين تكونوا مرأة، وباغين أولادكم تعطيوهم تعوضوهم إلا كان فراق، ولا إلا ما كانش الراجل معاه عايش مع مراتك، إلا ما تعوضي ما يعوضك. هادو العلماء ديال الطاقة هما اللي تيقولوا هادشي، ماشي أنا اللي تنقول، ربي اللي خلقو تيعوضو. أنت ديري الخدمة ديالك اللي خصك ديري، واللي خصك تبقاي فيها أنثى. هادشي دوينا في على الشعر ياك، فين وصلنا؟ المهم غير باش كنقول لكم، هذاك الشعر منين كيخرج راه اللي فيها هذاك الشعر ستوبي. ولا كنتي عندك العطاء، لان الا مشيتي في الطاقه ديال الذكوره كيولي المراه باغا تعطي، كتولي باغا تولي هي الراجل. لا الله يخليك، رجعي انت هي المراه كيف كنتي، وتشوفوا هذاك الشعر والله ما تيبقى تينوض، تيبقى تينقص. ولكن الا بقيتو غادي نزيدي فيه ما كيبقاش غير الشعر، كيولي الصوت، والمراه كتولي خشينه، وكتولي كتغلط داك الغلظ الرجالي. لا، الراجل بوحدو والمراه الله يخليكم بوحديتها. فهنا دوينا على الظفار، دوينا على الشعر، اي اللي بقينا مازال ما دويناش عليه، وهو الماكله، لاليمونطاسيون. الماكلة كونوا قراب للطبيعة الله يخليكم، كلوا المواد اللي الماكلة للطبيعة، الخضر، الفواكه، الزرارع. في هذا البرد هذا ديروا الحسوات ديال الشعير، زيت العود، ججلان، نافع، بحال داك الماكلة ديال زمان. اما الماكله هادشي ديال لي فاست فود، وهاد الماكله ديال على برا، وهاد الماكله ديال المعلبات، راه كلها ما مزياناش. وهاد الماكله هادي كتاثر على على الصفه الخارجيه ديال الانسان. فالمراه باش تكون انيقه، وخص يكون وجهها منور، باش يكون وجهها منور خص تكون الماكله صحيه. صحيه هي اننا خصنا نكونوا في الطبيعه ومع الطبيعه. انا كان في الماكله كان نشوف بزاف دوك الدكاتره اللي كيدويو على الماكله الطبيعيه. كاينين بزاف ديال الخضر اللي نسيناهم، وكاينين بزاف ديال الزرارع بحال زرع الكتان والحلبه، وبزاف بزاف بزاف اللي نسيناهم، اللي خصنا ندخلوهم في الماكله ديالنا اليوميه ديال كل نهار. اليوم دوينا على الاناقه. فالأناقة كيف قلت لكم راها بحر، وما كتبداش وكتسالي في الهندام الخارجي، راه الخارجي والداخلي. والداخلي كيلعب بزاف، راه الا كنتي متصالحة مع راسك وكتاكلي مزيان ومهلية في الخارجي، الشكل الخارجي، ضفيراتك، فإلا كان هادشي ياك، فراه اللي لبستيها كيبقى ناقص التاويل، كتولي هادي مع هادي، واللون هذا مع هذا، وهاد لا ماتيير كتجي مع هاد لا ماتيير. وهنا الا لبست هاد الشكل هذا، وكاينين شي الوان اللي خصك تلبسيهم، كاين شي الوان اللي خصك تبعدي منهم بزاف. فيكونوا حلقات ان شاء الله من بعد اللي نبقاو ندويو فيهم كل نوبه بالتفاصيل على اشنو اللي خاص. وكاينه واحد لا بريباراسيون اللي كاينين الناس اللي لا فيزيونومي ديالهم ما عندهم مشكل، وكاين الناس اللي لا فيزيونومي ديالهم عندهم شي مناطق اللي ناقصه. في الحلقه الثانيه ان شاء الله غندويو على كيفاش يوجدوا راسهم قبل ما يلبسوا الحوايج ديالهم، لان الا لبسوهم وكاينين شي مناطق كيكونوا ناقصين ما كتشكرش اللبسه بزاف. ولكن الا قدينا اللبسه ودرنا هذوك لي زاكسيسوار اللي خصنا نديروهم قبل ما نلبسو حويجاتنا، فهنا كتكون اللبسه زوينه بزاف، وتما فين كتكمل الاناقه ديال المراه. كنتمنى ما نكونش طولت عليكم واقيلا بزاف هذا الفيديو.
الفيديو الاخر ان شاء الله ندويو فيه غيكون واحد الموضوع زوين، الموضوع هو نيت ديال الاناقه، ولكن غنعطيكم بزاف ديال الاسرار اللي كيخليو كيبانو ليكم شي نساء فاش كتشوفو كتقول واو تبارك الله كامله كلها مقاده اسرار. ان شاء الله تسناوني في الحلقه السبت الجاي ان شاء الله. كنتمنى لكم نهايه اسبوع موفقه، وكنتمنى لكم النجاح في حياتكم، والله يوفقكم. والسلام عليكم. سلامه الناس اللي كيشوفوا لي فيديو ديالي، الى عجبوكم لايكي تابوناو وبارطاجيو. مرحبا بكم في لاشين ديالي. سلامه.